إلى ملفية 9 دقيقة أخبار، وهو الترويج للسياحة الصحراوية الذي لا يزال غائبا رغم بداية الموسم السياحي الصحراوي، ما يعني أن الوزارة الوصية لم ترتب أوراقها بعد لإنعاش الاقتصاد الوطني. سلف دعماش وجمال الدنبوشة في هذا التقرير. البحث عن اقتصاد بديل هو ما تصبو إليه حكومة سلال 4، إلا أن المتجول في شوارع العاصمة وتزامنا مع بداية الموسم السياحي الصحراوي يلاحظ الغياب التام للوحات واللافتات الإشهارية التي من شأنها أن تحفز المواطن للسياحة في جنوبنا الكبير. المجهود من طرف المهنيين موجود، ولكن الإدارة نوعا ما راهي عاجزة على الترويج. مهرجان تاغيت انا قريت عليه في الثانويه، بصح ما كانش يعني كيما نقولوا احنا منتوج مرئي هكذا محترم يخليني نحس باللي لو كان في الموسم السياحي تاع تاغيت نمشي ليه. ما شفت حاجه صدير اثيرتني جبدتني كوم بيبليسيتي كوم حاجه، ما كاش. كي نمشيو في اي شارع هنا في العاصمه ما نكذبوش على بعضنا، ما نشوفوا حتى حاجه تنديكي لك باش تروح زعما السياحه للصحراء. بليسيتي تجبد تاتيري لي كليون الحاجه الاولى وتزيد تطلع من المستوى تاع 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 الصحراء. المسؤولون بقطاع السياحة بدورهم أكدوا أنه لا يمكن الحكم على السياحة بين ليلة وضحاها، فالرقي بالسياحة يتطلب وقت. الواقع يقول انه لو روتور سو انفستيسمون يعني المردوديه تاع المشروع السياحي تطول ماهيش كيما مردوديه تاع مؤسسه صغيره ومتوسطه. هي إذن النتيجه الحتميه لسياحه كانت ولا تزال في مرحله الانعاش، كيف لا هو المسؤول الاول عن القطاع، خرج ودعا الجزائريين لتشجيع السياحه التونسيه. وحول هذا الموضوع أسعد باستضافة السيدة نصيرة مؤمن صاحبة وكالة سياحية. أهلا بك سيدتي. أهلا بك، أهلا بك، شكرا لقناة نهار للاستضافة، وشكرا لك يا خاص ليكي زهور يعني تهتموا بقضية السياحة وهذا القطاع الهام والهام جدا. نعم، يعني هو منبع الاقتصاد آخر للجزائر. يعني بداية سيدة نصيرة، هل لك أن يعني تعطينا ربما حوصلة على موسم الاصطياف، موسم سياحي في فصل الصيف؟ نعم، هو الموسم الصيفي كان موسم يعني كان ناشط كثير، وحنا نعرفوا ان هذا الموسم كان عنده ميزه خاصه ان كثير من الجزائريين يعني اكثر من مليون جزائري ذهبوا الى تونس للمسانده الشعب التونسي. لكن كانت هناك يعني كانت حتى يعني خرجات خارج الوطن يعني على غرار تونس، كانت المغرب وكان اسطنبول يعني تركيا كان لها حصه كبيره في هذا. لكن كان يعني كان حتى كانت يعني هناك نشاطات يعني حتى برامج داخل الوطن يعني على مدار جيج الوبجاية والوهران اللي كان يعني حتى هما الجزائر العاصمه تيبازا اللي استضافوا يعني يعني كان موسم اصطيافي معتبر يعني لهذا المدن الجزائريه رغم نقص الفنادق الفادح في هذا القطاع. لكن كانت هناك يعني حتى يعني نقول لوكاسيون شي لابيتون ولا حتى الكراء المنازل كان ساهم بطريقه كبيره في نجاح موسم الاصطياف بالجزائر. نعم سيده نصيره، نتحدث عن الموسم الصحراوي يعني موسم السياحه الصحراويه، البعض هم لان يقول انه موسم سياحي ابيض. انا لا اعرف يعني بالنسبه لي وكاله سياحيه انا ما نقدرش نقول ان موسم ابيض، لان هو يعني الوقت مبكر اللي نتكلم في هذا يعني نقولوا ان موسم ابيض. حتى انا يعني عندي عروض، كان عندي عروض على لي ريزو سوسيو يعني كي شفتيهم وطلعتي عليهم، وكاينه حتى يعني طلبيات على الصحراء الجزائر، وكان برامج يعني من طرف وكالة السياحية، لكن نقدر نقول ماهيش كثيرة طلبات يعني لأن يعني حتى الوكالات الموسم الصحراوي لهم غير في آخر سنة، وهو غلط. يعني هو الموسم الاصطيافي يبدأ من شهر أكتوبر إلى شهر ماي، يعني ماهوش نحس في احتفالات آخر سنة. وما عم نشهد انتعاش السياحة في الصحراء يعني خلال يعني رأس السنة يعني في أول جانفي.
نعم، لكن هنا انا قلت يعني حتى الوكالات، نقص احترافيه الوكالات السياحيه هو اللي يخلي ان يعني تبرمج الا في اواخر السنه. انا يعني موسم الصحراوي بدا من شهر اكتوبر، أنا حتى حنا الوكاله تاعنا يعني كان هناك طلبيه وكان هناك ناس راحوا على منطقه تاغيت بالشهر، وان شاء الله بيكون في شهر نوفمبر يعني حيتكون خرجات لمنطقه بالشهر يعني تاغيت. لكن صح نقدر نقولوا يعني على في الساحه الوطنيه ما نشوفوش البيبليسيتي نتاع يعني حتى باش يجيبوا الصحراء، يعني حتى يجيبوا المواطن الى ان يقضي عطلته حتى ولا كانت اسبوعيه في الصحراء. لكن انا نعود نقول لك ان هذا يعود الى نقص احترافيه الوكالات السياحيه اللي ما تحبش برنامج وما عندهاش مسالك سياحيه تقدمهم للمواطن الذي راهم تعطش حتى ولو كان الى يعني وكان الى يعني يكون عطله خميس جمعه وسبت واحد او اربعة خميس جمعه يعني مده 3 ايام يقدر يعمل يعني للولايات القريبه بسكره تغيير. يعني بعض الوكالات ذهبت ان تقول ان الوزاره لم تعطي برنامج حول الموسم السياحي في الصحراء. يعني هي الوزاره مش معنيه هي اللي تمد البرامج، الوزاره معنيه هي تمد افتتاح الموسم الصحراوي، لكن البرامج هي الوكاله السياحيه المعنيه هي اللي تعرف المنطقه تاعها وتبرنامج. لان يعني الوكاله السياحه تاعنا 50% نقدر نقول لك 50% ما تعرفش واش كاين مسالك سياحيه في الجزائر. هي تخدم الا لو جو اوت يعني تخرج المواطنين الجزائريين. ويعني انا من نقدر نقول لك يعني انا بالنسبه للوكالات السياحيه اللي نعرفها المحترفين والوكالات يعني عندهم برامج ممكن حيكونوا هم يديرهم في اواخر السنه، لكن البرامج ماشي وزاره السياحه اللي تقوم بها، لكن الوكاله السياحيه هي تقوم بالمسلك وتقوم بالبرنامج تاعها. وتعرف ربما كصاحبه وكاله سياحيه ما هو البرنامج اللي قمتي به في الموسم الصحراوي هذا؟ الموسم الصحراوي انا عندي تغيير ان شاء الله، راني عملت ديجا تغيط في شهر مكتوب من فئه اجنبيين كان جاوا راحوا لمنطقه تغيط وكانوا يعني كانوا جد معجبين بالمنطقه هذه، والا كان لو سيجور تاعهم كان صغير كان 4 ايام. ان شاء الله في شهر نوفمبر حنعمل يعني مشروع يعني حتى خرجة لتغيط. لانه لماذا تغيط؟ هي عندنا مناطق تمن راس جنات، لكن القريبه من واللي تكون يعني على الثمن تاعها يكون رخيص نقدروا نروحوا لها باغافي على متن حافله، هي تغيط بسكره بوسعاده. لان جنات يعني حتى الجنات وتمن راس حتى الثمن تاع التذكره يجي غالي، دونك لو باكيج لوي ميم اي روفيان شير، المواطن ما يقدرش يستعمله. وان شاء الله في اخر سنه وحيكون تيميمون باذن الله. تيميمون هاي خلاص حنا عملنا واش لازم نعملوه مع لي كومبينغ مع حتى مع عندنا نقل مثل حافلات. حيكون ان شاء الله عطله في تيميمون وفي تغيط باذن الله ان شاء الله. سيده نصيرة، ربما حسب احصائيات شهدنا ركود سياحه في الثلاث سنوات الاخيره بفعل الحروب في الدول المجاوره مثل ليبيا والمالي، ألن يقف هذا ربما عائق امام الموسم الصحراوي خصوصا على الاجانب؟ لا هو صح، هو عائق كبير. انا كنت في 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 صالون بباريس ويعني بمثلتي ان نعمل عمل السياحه الاستقباليه، نقدر نقول لك اني يعني حتى المحترفين المتعامدين الاجانب كانت ما كانش هناك نشاط كبير على 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 الجناح الجزائري والتونسي والمصري. يعني كل المناطق هذه كان لاحظنا يعني كل الوكالات السياحيه اللي كانت حاضره لاحظنا ركود شويه، يعني حتى الاقبال الى الجناح الجزائر كان ضعيف جدا بمقارنه بالسنوات الكبيره، وهذا اكيد يرجع الى الـ يعني حتى يعني لا سيكوريتي راهي مش مستقره، الامن مش مستقر مش في الجزائر لكن على الجوار. وحتى يعني لما يجي المتعاملين السياحيين جاوا الجناح الجزائر ونقول لهم ان في الجزائر امان وكنت تشوفوا احنا ما عندناش المشاكل، لكن هو صعب جدا ان تدخلي يعني الاجنبي وتقولي له البلدان المجاوره فيه مشاكل والجزائر راهي امنه، صعب يعني هذه ذهنيات. ومع الوقت ان شاء الله ممكن نتجاوزوا هذه العقبه. سيدة نصيرة، حتى ان الجزائر احتلت المرتبة 111 من بين 184 دولة يعني حسب الترتيب العربي في تقييم المجلس العالمي للسياحة والأسفار. يعني ما هي العوائق الأخرى يعني بدل الأمن؟
أنا نقدر نقول لك يعني الجزائر ماهيش ما نقدرش نقول هي مقصد سياحي. لهذا يعني الترتيب تاعها جاء من اخر البلدان. ما احنا في رانا في تاسيس السياحه للمقصد الجزائري. لماذا لا تعتبر مقصد سياحي؟ لان يعني فيها عندها اماكن مليحه. لان نعم هذا اخت زهر، الاماكن يعني المخزون السياحي راه واجد والاماكن جلابه، لكن باش يكون عندنا مقصد لك يكون ان باكيج تكون مكامله في كل الانواع، مش بقي يعني في المخزون السياحي ولا في الاماكن. لازم تكون فندقه، لازم تكون الخدمات، لازم يكون التكوين، لازم يكون النقل اللي هو يعني انا نقدر نقول لك بلي النقل تاعنا في الجزائر هو من اغلى يعني الخطوط الجويه الجزائريه. ما تعملش يعني خدمات دي بروموسيون يعني اللي تخلي الاجانب ولا تخلي حتى الاخر يجيو يشوف. احنا من ما عندكش ام بي موان دو 400 اورو يعني كي رحنا تما. هذا هو المشكل يعني ليس في متناول الجميع، ليس في متناول حتى القنصليات. انا يعني اقولها صراحه، انا في جناح الجزائر جاوا هناك ناس يقولنا يعني حتى متعاملين سياحيين يقولنا القنصليات تاعكم يعني ما يتعاملوش معنا بسهوله، حتى يعني تكون تاشيره سهله هما والقنصليات الجزائريه تطبق المعلومه لاغيسيبروسيتي، وهي لاغيسيبروسيتي هذه ما نقدروش نتعاملوا بها ولا حبينا ان الجزائر تولي مقصد سياحي بامتياز. يعني كل هذه العوائق خلت ان الجزائر ما راهيش مقصد سياحي بامتياز، رغم المخزون السياحي اللي عندها، رغم الاماكن الجميله الجميله جدا، رغم صحراء الجزائر. وانا لما كنت في جناح الجزائر يعني يعني البرودوي اللي كنت حبيت نجلب به المتعاملين الاجانب هو الصحراء، لان منتوج الصحراوي يعني هو ما يحتاجش يعني يكون عندنا فنادق 5 نجوم، ما يحتاجش يكون عندنا يعني حتى يكون ان كامبينغ ولا يكون يعني يعني من 2 ايطوال ل 3 ايطوال نقدروا نستضيفوا به الاجانب. لكن نقدر نقول مازال السياحه تاعنا ناقصه ومازال خدماتنا. الفندقه سيده ناصره، لماذا هناك نقص في الفندقه؟ يعني بحكم انك تجولتي ربما في الجنوب الجزائري، يعني من حيث المطاعم، من حيث الفندقه، الايواء، النقل. لا هو كاين نقص فادح كثير حتى في الصحراء، وهذا يرجع الى ان المستثمرين ما يستثمروش في صحراء الجزائر. وهذا يعني هنا دور وزاره السياحه صح ان تجلب المستثمرين حتى يستثمروا في هذا في هذا في هذا في هذا في الصحراء. وحتى انا نقول الحكومه يعني عملت السنوات الاخيره عملت يعني تسهيلات وتخفيضات حتى الارضيه، يعني راهي بزيرو نقدر نقول لك يعني المستثمر يقدر ياخذ الارض قريب يعني باطل كما يقولوا باش يقدر يستثمر عليها. وكاين حتى لي بونيفيكاسيون او نيفو دي زامبو، يعني الحكومه عملت. لكن هذا يبقى ان الترويج يعني حتى المستثمر يجي ما ناقص شويه، يعني هذا المستثمر كيفاه نجذبوه؟ هذا هو اللي ناقص. كيفاش نقولوا له بلي الجزائر راهي مستعده تعمل؟ ماكاش اعلام سياحي، ماكاش اعلام للمستثمرين السياحيين حتى يعني اوليو راح يستثمر في 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 المايونيز ولا في العجلات ولا في السيارات يجي يستثمر في السياحه. ماكاش اعلام بالتعريف بالمناطق السياحيه في الجزائر، ناقص 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 في الاستثمارات. حتى نلاحظ ان في المطاعم ربما في الصحراء تروحي المطعم بنفس المأكولات اللي تسيبيهم في العاصمة، ما كانش تعريف بالثقافة الصحراوية، عكس ربما السوريين فتحوا هنا محلات في العاصمة يعرفوا بالغذاء تاعهم، لكن ما كانش في الصحراء، يعني ما كانش مأكولة خاصة بالصحراويين، تعرف بالصحراويين، الناس تحب تجي تكتشف. صح، أنا يعني في البرامج نتاعي كل ما مع في البرامج التوعي كلهم يعني نأكد على الأكل التقليدية، يعني حتى المتعامل اللي نتعامل معاه في الصحراء نقول له ما نسحقش دير لي يعني فريت أومليت، ولا لازم يكون هناك مأكولة تقليدية حتى نخلي حتى المواطن الجزائري لازم يتعرف على الأكلة تاع الصحراوية وحتى مهما كان الأجنبي. وهذا قلت لك يرجع كلش على الاحترافية، وثانيا على النقص في 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 الترويج لهذا المناطق ونص الترويج للانفستيسور، يعني حتى اللي يحبوا يستثمروا في بلادنا لازم يجوا، يكون عندنا صحراء واسعه وتقدر تجلب ملايين من السواح، وهي من اجمل صحراء في العالم بعد امريكا. اكيد احنا ايضا التقطنا صور خديتهم من مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بك، كانت صور من الصحراء، يعني هي صور جميله كما نشاهد كما هذه الصورة. وين هذه؟ في إليزي على ما أظن، في إليزي نعم، في جانيت.
في منطقة المجانات، وهذه في 2009 لما كانت هناك في منطقة ثلوج كانت جميلة جميلة وجميلة جدا، وكل هذا يعني لغيزوس حتى السيت نتاعنا، وهذا كان مجموعة من الشباب اللي راحوا لمنطقة الجانات وكانوا يعني حق يعني كان قوي لون ويكند استبهروا بهذيك المنطقة الجميلة الجميلة جدا، واللي تحتاج إلى دعاية وتحتاج إلى يعني ببليسيتي كبيرة كبيرة جدا. يعني الدعاية هناك أيضا نقص في تكوين المرشد السياحي. نعم نقدر نقول لك صح، يعني احنا في 2000 لما كنت في الديوان الوطني السياحة يعني تبع الوزارة كانوا اعتمدوا 80 يعني مرشد سياحي، لكن هذا المرشدين قعدوا في مكانهم وما كانتش عندهم يعني خرجات حتى يولوا محترفين. يعني حتى ذوك الان لما هو حتى انهم يستطيعوا اكتشاف مناطق مازال ما يعرفوهاش وهذا يعود يعني نقدر نقول لك النقص الاحترافيه في الوكالات السياحيه. لما الانسان لما يكون عنده برنامج لازم يتصل بالمرشد السياحي بتاع المنطقه، علاش يروح يدي واحد من جزائر العاصمه وممكن ما يعني ما يعرفش يعني لماذا ما نروحوش للدواوين السياحيه اللي تعمل يعني عملها هذ المرشدين يكونوا يتصلوا بالدواوين السياحيه المحليه ليكون هنا اسماء المرشدين والوكالات تروح لهم، حتى يعني المرشد هذا لما يعمل خرجه 2-3 يكون يعني يكون يتمرن على هذا المهنه وما يخليهاش ويروح يدير مهنه واحده اخرى. نعم سيدة نصيرة، كسؤال أخير، ماذا يعني عساك أنت يعني صاحبة وكالة سياحية أن تعطينا كلمة ربما الشعب الجزائري وحتى الأجانب لاستقطابهم للصحراء في الموسم الصحراوي؟ الكلمة أنا أقولها يعني إحنا عندنا صحراء جميلة جميلة جدا، وأنا عن طريق اللي غزوا على السيت الانترنت تاعي يعني لازم نروج لها بقدر الاستطاعة، حتى كل واحد يقدر يروج للصحراء تاعنا في الكونت تاعه ولا في الفيسبوك تاعه ولا في يعني كل طرق مسموحة للترويج بهذا الصحراء جميل وبلدنا جميل، ولازم نفوتوش الفرصة هذه، لأن حتى ما كانش عندنا سياحة استقبالية، ما عندناش متعامل، ما عندناش يعني السياحيين أجنبيين، المواطنين الجزائريين على بالي يحبوا بلادهم وحابين يكتشفوها. وأنا نوجه الكلمة للوكالات السياحية اللي تشتغل معنا أن نقدروا نديروا الأسعار، نقصوا في الأسعار حتى يكون عندنا، ونقدروا نصيب وسائل يعني مثلا نروح على أولي دو بارتير باغ افيون ولا نروحوا في الطائرة، نديروا حافلات، نديروا دي بتي جروب، حتى لهذوك لي بتي جروب واحد زيد ثلاثة نقدروا نتعرفوا على المواطن الجزائري وهو اللي يقدر يتكلم على الصحراء، سافا دو بوش الوغا كيما يقولوا، هو احسن طريقه لجلب المواطن الجزائري. نعم شكرا لك نصيرة مؤمنة صاحبة وكالة سياحية، شكرا جزيلا لك، نتمنى أن يكون موسم صحراوي مفيد للجميع. وانا نقدر نقول حتى قناة النهار راهي معروضة، انا حعمل ان شاء الله باذن الله ممكن حنعمل في شهر نوفمبر رحلة، وحتكون لقناة النهار فرصة تتعرف على كيف نشتغل وما هو يعني كيف تكون عندنا خرجات سياحية في هذا الموسم ان شاء الله. ان شاء الله نصيرة، شكرا جزيلا لك.